اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الخلاصه. لو بصينا على خريطه العالم هنشوف تقريبا مفيش منطقه خاليه من الصراعات، وهنكون متاكدين ان في مناطق مش بس فيها صراعات، لا مناطق ملتهبه. الحرب الروسيه الاوكرانيه، الحرب الاسرائيليه على غزه ولبنان، الصراع في السودان، الاضطرابات بشكل عام في القرن الافريقي. خلوني اقول لحضراتكم انه في تقرير لمرصد الصراعات العالميه التابع لمجلس العلاقات الخارجيه بالولايات المتحده بيقول انه بؤر الصراعات الساخنه اللي حوالين العالم هي حوالي 27 صراع. دي الحاجات الملتهبه او يعني الشديده، ومقسمه داخل التقرير الى صراعات متفاقمه لا تتغير، وصراعات تانية الحقيقة الوضع فيها بيسوء كمان للأسف. وبعد دراسة كبيرة وصل التقرير نتيجة محزنة أنه ما فيش صراع واحد من الصراعات دي نقدر نقول أنه بيتحسن، وللأسف كمان أنه معظم وأخطر الصراعات في العالم موجودة، يعني خمنوا معايا فين؟ في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أشهرها الحرب على غزة اللي عدت سنة وما كانش حد متوقع أنها تتوسع بالشكل ده. كل الآراء والتقارير والتوقعات كانت بتقول الحرب دي هتنتهي، هتبقى تدخلات عسكرية محدودة، هتبقى عمليات خاطفة، تصعيد عاصف وقتي أو لحظي، لكن مش ده اللي حصل. بقى لنا سنة بنشوف تفاقم للوضع وبرضه مش باين له نهاية. في تقارير تانية كمان الحقيقة، أو تقرير محدد لمجموعة الأزمات الدولية بيقول إن 6 من أصل أبرز 10 صراعات في العالم خلال العام الحالي موجودة داخل منطقة الشرق الأوسط. وسط كل الصراعات دي مفيش شك أن مصر بتلعب دور محوري كبير جدا ومهم جدا في منطقة الشرق الأوسط لأسباب كتير. الحقيقة الموقع الجغرافي، الموقع التاريخي بيلعبوا دور أكيد ما نقدرش نتجاهل ده، لكن في حاجة تانية مهمة جدا هي استطاعة مصر خلال الكام سنة اللي فاتوا أنها ترجع تأكد للعالم أنها قوة فاعلة، واستطاعت مصر أنها تعمل استدارة معينة في سياستها الخارجية، وقدرة مصر أنها تعمل دور في الوساطة وفي النزاعات والقضايا الإقليمية، وأبرزهم طبعا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والأزمة الليبية، ده غير التوترات في السودان. الأدوار اللي لعبتها مصر في الثلاث ملفات دول تحديدا أكدت وعززت من موقفها كدولة فاعلة في الشؤون العربية والدولية. في برضو التحركات المصرية المكثفة في منطقة القرن الإفريقي اللي كان آخرها القمة الثلاثية بين قادة مصر، إريتريا، الصومال. ده بقى مهم نتوقف أمامه، ونقدر نعتبر القمة دي نوع من أنواع التوازن الاستراتيجي، بمعنى تطور مهم في مواجهة هيمنة أي دولة أو قوة خارجية في المنطقة. مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبذل جهود كبيرة في النقطة دي، في الاتجاه ده، تعزيز الدور المحوري والتاريخي في العالم خصوصا في القارة الإفريقية بعد سنين طويلة من التراجع أو الإهمال أو الغياب عن ملفات كتير ضاغطة ومهمة. التراجع دوت أو الغياب المصري عن بعض الملفات وبعض المناطق خلى قوة تانية تحاول تمدد نفوذها جوه القارة الإفريقية وتحديدا منطقة القرن الإفريقي. عشان كده بنشوف مصر طورت العلاقات مع دول إفريقيا، دول حوض النيل، بتدعم قدرات الدول دي، بتدعم مؤسسات الدول دي في مجالات كتير، بتقدم مساعدات مباشرة وبتقدم مساعدات في التنمية وبتقدم خبرة مصرية. الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي أصبح حاجة مهمة لأنه مرتبط بشكل مباشر بأمن مصر القومي. اليوم حلقتنا هي عبارة عن قراءة في الصراعات في المنطقة، قراءة في الصراعات في العالم اللي حوالينا رايحة لفين، تأثير الصراعات دي على مصر وتأثير مصر كقوة دولية فاعلة في هذه الصراعات وهذه الملفات. النهاردة بنفتح ده وبنفتح كل هذه النقاط في الخلاصة مع المفكر الاستراتيجي اللواء الدكتور سمير فرج. بعد الفاصل هيكون ضيفي مع حضراتكم في الخلاصة.
رجعنا لحضراتكم مرة تانية في الخلاصة. اسمحوا لي أرحب بضيفي اللي هو الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، منورنا في الخلاصة على شاشة المحور. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. الحياة السمة الغالبة في العالم اليوم هي الصراع، النزاعات، تفاقم الحروب، حتى الأزمات اللي كانت قديمة بيحصل فيها نوع من أنواع إدارة الصراع ده أصبحت أكثر تفاقما اليوم. في وسط كل ده الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى إريتريا، قمة ثلاثية مهمة تجمعه بقائد الصومال وأيضا الزعيم الإريتري. قراءة حضرتك. طيب الأول نقول مبدأ نمشي عليه. أنا بقوله في كل حتة، نحن نعيش في عصر الأواني المستطرقة. المشكلة هنا بتأثر على كل الناس. حد كان يصدق روسيا وأوكرانيا اللي فوق خالص اللي ما نش دعوا بيهم فجأة نبقى احنا من أكتر الدول اتأثرت، لأن احنا أكتر دولة بيستخدم قمح وذرة وزيت، ومنين؟ منهم. صحيح. فاللي أنا عايز أقول في أي حتة مكان بتأثر علينا كلنا. تأثير الدومينة بالظبط. فنتكلم النهاردة على زيارة سيادة الرئيس لإريتريا. من أهم الزيارات اللي عملها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السنتين اللي فاتوا. ليه؟ احنا شفنا قريب ماذا حدث. احنا بره الموضوع، الحوثيين مع إسرائيل عملوا مشكلة في باب المندب، فسيادة الرئيس قال احنا خسرنا كام؟ 6 مليار دولار في 6 اشهر. ده 6 دول بتوعنا، ده احنا بنروح البنك الدولي نعمل مفاوضات عشان ناخد 3 مليار وهنسددهم، نقعد سنين في مفاوضات وهنسددهم. لكن دول بتوعنا 6. اذا ده يقول لنا اهميه المنطقه دي، واضح في البدايه؟ طبعا طبعا. طيب اذا عشان تامن الموضوع ده كان لازم الدول بتاعه المنطقه تامنها، خاصه اليمن بعدت عندنا شويه بعد الحوثيين ما استولوا على السلطه، رغم ان مفيش عداء بيننا وبينهم دلوقتي، لكن العداء بين اسرائيل والدول امريكا وانجلترا وفرنسا اللي واقفين ضدهم. فالتحرك ده كان هايل من سياده الرئيس ان احنا نامن اريتريا ومعها الصومال، هم دول الجنب الثاني من باب المندب. في النص في جيبوتي. جيبوتي مش ناقصه لان فيها 5 قواعد عسكرية، أكتر دولة في العالم فيها قواعد عسكرية جيبوتي لقد كده. أمريكا، إنجلترا، فرنسا، الصين، اليابان، تخيلي كل دول في جيبوتي. 5 قواعد عسكرية في دولة قد كده، في دولة قد كده عايشة على القواعد، ما عندهاش حاجة. فده يقول لك لما يكون 5 دول في الحتة دي المنطقة دي إيه؟ غاية في الأهمية. بالظبط. فلما سيادة الرئيس يروح هناك، أولا المنطقة غاية في الأهمية للعالم كله ولنا. وابسط، عارف لو كنا زمان بنتكلم كده ما فيش حاجه، اهو حصل ايه؟ قناه السويس خسرت 6 مليار دولار. عشان كده الرئيس راح اريتريا. وعلى فكره احنا اريتريا مربطين معاها او متعاونين معاها من 3-4 سنين. اول ما اليمن بدات تبعد مصر اتحركت، والرئيس الاريتري زار مصر يمكن عدد كبير من المرات. بدينا بقالنا كذا سنه عندنا علاقات، بنعمل مدارس، بنعمل مستشفيات، عاملين بيزنس هناك. نقول يمكن الرعايه الطبيه عملناهم هناك، فبقت اريتريا الى حد ما عوضنا بيها اليمن الناحيه الثانيه. جينا بقى الصومال، ما انت لازم تمسك الخط كله. الصومال في مشكله ان الصومال دوله ضعيفه، نقول الجيش بتاعها ضعيف جدا، فيها ارهاب اللي هي منظمه الشباب اللي هي تبع داعش، وبالتالي كل يوم اضرب كلام. فالدوله لما ضعفت في جزء منها انفصل اللي هو سومالي لاند. فبالتالي كان لازم مصر عشان تامن قناه السويس، خلي بالك احنا مش رايحين لا نغزو ولا نهاجم، لا انت بتامني قناه السويس. وسبحان الله الستة مليار ظهروا الايام دي. فبالتالي الرئيس بحكمته راح خد الصومال مع اريتريا وحصل اجتماع. طب احنا رايحين الصومال نعمل ايه؟ الناس تقول لك لا احنا رايحين ندعم جيش الصومال، ندربه، نعيد تنظيمه، نسلحه. مفيش عسكري مصري بيروح الصومال، لان اطلعوا بقى 10,000 عسكري، لا احنا مالناش عساكر في الصومال ولا نملك ان احنا ندفع جيش في الصومال. احنا هندعم الجيش، الجيش لما يدعم يعمل ايه؟ يقضي على الارهاب ويرجع صومالي لاند اللي هي انفصلت. اللي هو مبدانا بدعم المؤسسات الوطنيه. برافو عليك، برافو عليك، دعم المؤسسه الوطنيه اللي هي الجيش بالذات عشان يقدر يسيطر على البلد. لو الصومال واريتريا الاثنين بقوا اقوياء هيقدر احنا امننا المدخل بتاع ايه؟ مصالحنا، باب المندب، قناه السويس، البحر الاحمر. امن قومي مباشر لمصر اللي هي مين؟
قناة السويس. فعشان كده كانت هذه الزيارة زي ما قلت لك من أهم الزيارات، موفقة للأمن القومي المصري والاستثمار. قناة السويس بتدخل تلت الدخل، العملة الصعبة اللي بتيجي من الخارج هي قناة السويس. بعد ما بتجيب 10 مليار النهاردة احنا أولى لا يستهان، رقم لا يستهان بيه. فعشان كده لازم تأمنه. عندك القوة العسكرية موجودة، لكن مع القوة العسكرية القوة السياسية انك انت قدرت. فعشان كده قلت لك ان من أهم الزيارات اللي عملها الرئيس السيسي هذا الموضوع. الموضوع ده ضايق ناس تانية، هو مش موجه لحد، خلي بالك هو موجه للأمن القومي المصري. في ناس زعلت منه طبعا. طبعا اعتبرته رسالة ليها، اعتبرته رسالة، هو ممكن تبقى رسالة بس احنا مش هدفنا، لان احنا مش عايزين ان اثيوبيا تاخد ميناء بربرة اللي في سومالي لاند وتبقى على البحر الاحمر وتبقى بتهدد امن القومي. لا، احنا عايزين امن القومي بتاعنا يبقى مؤمن. وده مش تجني برضو، لكن هو قياسا الى سلوك اثيوبيا في ملفات اخرى زي ملف النهضة وتصرفات الاحادية. لكن عايز اقول ان المرة دي التحرك المصري مع اريتريا ومع الصومال هدفه تأمين اولا قناة السويس اللي بتدخل 16 مليار دولار في السنة. طيب دي نقطة مهمة زي ما حضرتك قلت، الرسائل بقى ده جزء منه مرتبط بعقيدتنا احنا كدولة مصرية وعقيدة الـ 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 السياسة المصرية الخارجية والقيادة السياسية بنقطة ايه؟ احنا لا نتجاوز ولا نعتدي على الآخرين وإنما نثبت القوة. هل ده كان جزء مما قرأناه اليوم في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية؟ سيادة الرئيس دايما يقول لك انت عندك جيش كبير كده ليه؟ انت اقوى جيش عربي، اقوى جيش في افريقيا، تاني جيش في المنطقة كلها، بتكون ليه؟ لان انا بعمل مصالحي، انا لست دولة معتدية. دي مهمة جدا. احنا بقى امتى لو الامن القومي بتاعي تهدد، شوفي فين، في الصومال تحت، لا لازم امنه. نمرة اتنين، انا لست دولة ان انا بعمل قواعد عسكرية، لانك هنعمله قاعدة عسكرية في الصومال، لا احنا مش لا نتبع هذا الاسلوب. احنا لا دولة تفرض قوتها العسكرية على حد زي دول تانية، فاحنا دولة مسلمة، دولة قواتها المسلحة للدفاع عن حدودها وامنها القومي اللي لو طلع بره زي قناة السويس. فالرسالة دي كانت واضحة من سيادة الرئيس النهاردة ويوم تفتيش الحرب بتاع الفرقة السادسة، وانا عرفت انك انت حضرتيه، فبالتالي كانت رسالة بهذا الاسلوب. والجملة اللي اكد عليها الرئيس وقتها يوم تفتيش الحرب كانت جملة الحقيقة غاية في الاهمية مع المشاهد اللي احنا شايفينها. يعني احنا شايفين عينك ما تجيبش اخر للفرقة واحدة بس من فرق الجيش التاني الميداني، لكن في نفس الوقت الرئيس يؤكد على السلام كخيار استراتيجي للدولة المصرية. برضو عايزين نفهم الناس، عشان في ناس تعبت كده، عايزة تدمر اي دولة تخليها حرب. هو النهاردة لما الفصل في المدرسة 60 طالب، لا غلطة الرئيس السيسي ولا غلطة الرئيس مبارك الله يرحمه، انما هي لان كنت قعدت 6 سنين حرب استنزاف، لا بنيت مدرسه ولا مستشفى ولا استثمارات ولا طرق، كان كل الفلوس راح على ايه؟ المجهود الحربي. فعشان كده احنا بنبني بلدنا وبنطور. البنى اللي بتعمل دلوقتي مش صحيح. معقول لو دخلنا اي حرب كعبلنا خلاص هيضيع. انما امتى ادخل؟ لو حد مس الامن القومي بتاعي. احنا بعيد في حالنا زي ما قال سيادة الرئيس وانت قلت دلوقتي ان السلام خيار استراتيجي ممتاز وما تقرب الناش. طيب الناس بتسال طب ايه القوى العسكريه انتوا جايبينها دي ليه؟ انتوا هتحاربوا؟ ده سؤال مهم جدا، واسمح لي اطرحه لحضرتك مره تانية بس بعد الفاصل عشان الاذان. فاصل ونرجع مره تانية مع حضرتك. طبعا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية في الخلاصه، واهلا وسهلا باللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. دايما تفكيرك مرتب جدا، فانا ببني معاك بشكل منطقي او تراتبيه معينه. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الاستعدادات العسكريه المصريه في السنوات الاخيره. البعض اليوم يتساءل ايه قيمه الاستعدادات دي اذا لم نحارب، والشعارات الرنانه اللي بيطلقها البعض يلا نروح نحارب في اي اتجاه. تعليق حضرتك. طيب بص يا فندم، في علم، في عندنا فرق عسكريين اسمه الردع، المصطلح بتاعه بالانجليزي ديترانس، رغم ان المصطلح فرنساوي بيستخدم هنا. ايه الردع؟ ان يكون عندك قوه عسكريه، يا اما ردع ايجابي او معنوي. ايه الايجابي؟ مثال
عندك 20 مصري اتذبحوا في ليبيا في يوم الايام صح؟ كنا العصر المجلس الاعلى قومي مجتمع وقرر التدخل بالليل كنا داخلين تاني يوم الصبح قوات الصاعقة نزلت على 3 معسكرات ابدتهم بالكامل. هل في بعد كده مصري اتجرح في ليبيا؟ لا. ده اسمه رضع ايجابي انك عندك القوة بتنفذ. الرضع بقى المعنوي ان تبقى القوة بتاعتك هي اوعى تقرب. لما ليك اقوى قوة عسكرية في المنطقة. لما ليك في العالم العربي. اقوى قوة في افريقيا تاني قوة في المنطقة. وعدي مثال لبنان. عندها البلوك رقم 9 فيها مياه اقليمية. طلع فيها بيض غاز. طبعا اسرائيل دخلت خدته. ولبنان ما عندهاش غاز مش لاقيه ما بتنورش التلات ايام اللي فاتوا. هتعمل ايه؟ فحتى انا كنت بشرح في قناه عربيه وبالليل لما روحت كان في ضابط لبناني معايا في امريكا بيدرس جون قال لي يا اخ سمير ليه تقول كده؟ قلت له مش ده واقع. اسرائيل خدت البير بتاعكم. قال لي احنا ما عندناش حتى مراكب تمسك الحشيش اللي بيتهرب. هنقف قدام اسرائيل؟ انما لو كانت لبنان عندها قوه عسكريه كانت تقدر اسرائيل تعمل كده. لا فعشان كده تبقى عندك قوه عسكريه عشان بتحمي حدودك وبتحمي استثماراتك. فمن هنا لازم تبقى عندك قوه عشان ما حدش يقرب لك. قوه لحفظ السلام بالمعنى الاخر. برافو عليك. دايما يقول القوه العسكريه اللي بتاعها السلام. ايوه طول ما انت قوي ما حدش يقرب لك. انت مش بتسلح عشان تحارب. لا. انت بتسلح. لا. عشان تفضل في سلام. عشان تفضل في سلام واحقق الامن القومي البلدي في حدودي والامن القومي خارج عشان استثمارات. وده يدفعنا بقى لو عكسنا المعادله نبص او نطبقها على الدول المحيطه بينا. وطبعا لا نتمنى السوء لاي دوله مجاوره لكن يمكن ده يساعدنا في فهم المشهد في هذه الدول. المنطقه الشرقيه او حدودنا الشرقيه ما يحصل في قطاع غزه والضفه الغربيه طبعا وما يحصل ايضا في لبنان على الجبهه الجنوبيه مع اسرائيل. المشاهد دي اليوم تحيط بينا وليها تاثير علينا بشكل او باخر. مين اكتر دوله في المنطقه متاثره بالحرب اللي بين الفلسطينيين وبين اسرائيل؟ مصر. اولا قناه السويس 6 مليار. السياحه مضروبه. مين هيجي عندك سياحه وشايف كل يوم بيضربوا فانت سنسي. فاحنا الحاجه الثالثه 80% من المعون اللي بتطلع من عندنا راح غزه منين؟ من مصر. الزيت السكر الدقيق كل ده من مصر. بعد لك عملتوا عاملين ايه؟ احنا فاتحين بنيين معسكرين ايواء في غزه وخان يونس. الهلال الاحمر بتاعهم بتاعنا بنيهم ربع مليون لايواء هنا وهنا. الجيش المصري عمل 3 افران بتطلع 3 مليون رغيف يوميا للناس اللي في غزه. عاملين 3 محطات تحليه ميه بحر عشان مش هنقدر نجيب من النيل. بناخد ميه بحر نحلي وندي الناس اللي في غزه. عاملين محطه موبايل لهم لان اسرائيل دمرت كله. بيتصلوا بمين؟ من خلال الشبكه اللي احنا عاملينها لهم. صحيح. فانت عامله كل حاجه وانت خسرانه سياحه وخسرانه قناه السويس ومتاثره بكل الانفليشن العالمي اللي طالع. فعشان كده احنا مصر حقيقي بتتصرف برويه وبعقل خاصه حصل علينا ضغوط كبيره المره اللي فاتت. اول ضغط كان ايه؟ عمليه الترانسفير. لا الله ينور عليك. الترانسفير نقل التهجير بتوع غزه الى سينا. وللاسف الرئيس مرسي الراحل قبل كده اداهم وعد بكده وفي طبعا كان ممكن اجيب التسجيلات بتاعته وبتاعت ابو مازن لما قال والله الاخ مرسي قال انا هنديكوا شقفه في 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 غزه في سينا ده تسجيلات موثقه موجوده. فانا سيادة الرئيس رفض الكلام ده تماما. وتحت بند ايه؟ ما احنا عندنا 10 مليون ضيف. لا ان اي دوله هي اساسها ايه؟ شعب وارض وحكومه. فانت اعتقد الشعب تجيبيه عندنا والارض اعتقدها اسرائيل. اذا ما فيش دوله. انت بتفرغي القضيه الفلسطينيه من مضمونها. ومن هنا كان سياده الرئيس حازم والموضوع ده تقريبا اتقفل. بيحاولوا كل يوم انما نو واي. هو مشروع قديم جديد زي ما حضرتك قلت لكن اليوم هو بيصطدم بسد منيع جدا من الرفض. هل هناك مخاوف ان احنا نجد لبنان تتحول الى غزه اخرى بالمعطيات الحاليه؟ بصي هي اسرائيل انت عارفه اسرائيل بتتبع الاسلوب العقيده الغربي في القتال وانا متعلم في كامبرلي في لندن فافهمهم بيمشوا فيزز مراحل. الفيز الاولاني
غزة، خلصوا غزة رغم انهم ما حققوش الاهداف بتاعتهم. واحد تدمير البنية الاساسية لحماس، لا لا اه طبعا تدمير حماس، حماس هل دمر حماس؟ لا، هو اضعف حماس لكن حماس موجودة. اتنين، افراج عن الرهائن، افراج عن الرهائن؟ لا. تلاتة، الاستيلاء على غزة، هل حصل؟ لا. الجزء الرابع الترانسفير، ما حصلش. فاذا رغم انه قعد 11 شهر يقاتل في غزة، دمر البنية الاساسية كلها، دمر 70% الخسائر، 41 ألف شهيد، 100 ألف ده غير اللي تحت الأنقاض. بعد كده نقل على فيز 2. اسمح لي أقطع حضرتك هنا ونمسك فكرة الفيزز، لكن سؤال برضو بيخطر لي، هل الأهداف اللي وضعتها إسرائيل دي هل هي كانت أهداف حقيقية واقعية ولا للاستهلاك؟ يعني فكرة تدمير حماس أصلا، حماس فكرة وعقيدة عند الفلسطينيين، عقيدة وقوة قتالية، وقوة قتالية، لكن هل تدمير القوة القتالية تنتهي الفكرة؟ هو النهاردة نجح انه اضعفها حماس عشان تقوم تاني كقوة قتالية قدامها ولا 10 سنين. انت فاهمة؟ النهاردة بيعمل الكلام ده فين بقى؟ دخل على حزب الله اللي هو فيز 2، مرحلة تانية. دخل فيز 2 على حزب الله. طب هو عمل ايه مع حزب الله؟ زي كتاب ما بيقول، هو احنا في حرب 73 في الضربة الجوية ضربنا مين؟ اول حاجه القوات الجويه ضربت جبل ام مرجم في سيناء اللي مركز القياده بتاع العدو الاسرائيلي. صح. هو ده عندنا كده، تضرب القياده اللي بتفكر وبتسيطر. حزب الله ما عندوش مركز قياده. حسن نصر الله ضربوا مين بقى؟ ايوه، ضربوا اولا القائد بتاعها، ضربوا الصفين، الجيل الاول والثاني في القياده في البيجر اللي عملوه، وكل الاغتيالات والاتصالات اللي كانوا جايبينها. اليوم في مشكله في ايجاد خليفه لحسن نصر الله، خليفه والقيادات كلها الجيل الثاني والثالث راحوا. فالنهارده عشان كده الفتره اللي فاتت كانت حماس مرتبكه شويه، سيبك من حتى انه مش الخليفه، لكن القيادات اللي تحت اللي عندهم خبره السنين، ولذلك يا دوبك اول مره امبارح يضربوا حيفا ويحصل خسائر كبيره. العشاء الاخير تقصد؟ العشاء الاخير فعشان كده امبارح، فعشان كده النهارده هما بيتابعوا نفس الاسلوب. هو طبعا مش هيقدر يقرب لبيروت قوي، لكن الضاحيه الجنوبيه اللي طبعا لازم الساده المشاهدين، بيروت في احياء زي عندنا مصر الجديده ومدينه مصر في القاهره، الضاحيه الجنوبيه عايشه فيها مين؟ حزب الله. حزب الله فهيجيبوا الارض، اطمني يعني في اخر كمان اسبوعين ثلاثه مش هتلاقي عماره او بنيه موجوده في الضاحيه الجنوبيه. هما النهارده دخلوا على الجنوب اللبناني، الجنوب اللبناني كل القرى اللي كانوا او بيسموها الضايعه هناك اللي هي العزبه او القرى كانوا عايش فيها الناس بتوع حزب الله. حزب الله 100,000 لكن القوى العسكريه 60,000 عايشين. النهارده بيمسك قريه قريه، خش اطلع امشي بالميكروفونات وخش يدمر. فهيعمل الكلام ده غالبا في كل الجنوب اللبناني من نهر الليطاني الى الحدود الزرقاء. فدي المرحلة الثانية ماشيين فيها. مشكلة بقى في المرحلة الثالثة، فيس 3، اللي احنا قاعدين كل يوم بالليل على التليفون، قاعد بص على التلفزيون واسيبه مولع على يضرب بالليل، وهي ايه؟ ايران. ايران انت عارفة هم اسرائيل مين العدو بتاعها النهارده في المنطقة؟ ليس مصر، لا مصر في بيس تريتي، معاهدة سلام، العدو الرئيسي هو ايران، لان ايران عايزه تبقى نووي، واسرائيل هي اللي عندها نونه، مش عايزه تبقى في دوله نووي غيرها في المنطقه عشان تحافظ على التفوق العسكري. بالظبط، برافو عليك، بتقول معاك النووي بتعمل اللي انت عايزاه. فايران بقى عندها نووي، بقى في زي ما انت قلتي مفيش تفوق، بقى في 2 نووي في المنطقه. ولعلمك اسرائيل حاولت مرتين ايام اوباما انها تضرب المفاعلات، وامريكا فيتو امريكي طول الوقت. بالظبط. فالمره دي بقى فرصه، بدأت تنكش مين؟ إيران. أول حاجة راحت ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق، وفي 7 من الحرس الثوري، وبعدين إسماعيل هنية اتضرب عندها، وبعدين حسن نصر الله، اضطرت إيران قدام الضغط الشعبي تضرب حفاظا لماء الوجه، ولكن هي ذكية ما حبتش تضرب إسرائيل في مقتل. هل يضرب 200 صاروخ فلسطيني ما يعوضش غير لا يصيب بنت واحده في الباديه؟ وكان هو ذكاء، ذكاء خطير منهم. فبالتالي اسرائيل لازم ترد بقى. هنا مستنيين الرد. الرد ليه 2 سيناريو. السيناريو الاول ده الارحم، ان لو اسرائيل ضربت محطات كهرباء، مطار، تجمع، وايران قالت لو كانت الضربه خفيفه مش هرد. طب لو بنية تحتية السيناريو الثاني بقى، ان لو ضربت المفاعلات النووية دي كارثة. النهاردة احنا اسمها حرب ايه اللي في المنطقة؟
حرب محلية ما بين دولتين، إسرائيل أو عنصرين والمقاومة الفلسطينية. لو اتضربت المفاعلات النووية بكرة وانت مغمضة، خلاص بقت حرب إقليمية في المنطقة، إيران هتخش. هنا الرأي الأمريكي لا يمكن تجاوزه، مش كده؟ لكن أمريكا برضو مقيدة اليوم بالانتخابات الرئاسية للأسف، والحسابات الداخلية، البطة العرجاء اللي مضك دلوقتي أمريكا عندهم خلاص يوم 5، وده اللي بيلعب عليه نتنياهو. نتنياهو النهاردة عايز الأمور تفضل ماشية لحد 5 نوفمبر تخش الانتخابات، أقصى قدر ممكن من المكاسب حتى يوم الانتخابات، حتى يوم 5. هو عنده أمل أن مين يكسب؟ ترامب. ترامب صديقه، ونمرة 2 ترامب هو أخطر واحد أمريكي للقضية الفلسطينية. نقل العاصمة، العشرين سنة اللي فاتوا كان كل رئيس أمريكي في انتخابات حنقل العاصمة وما حصلش. أول واحد مين؟ ترامب. الحاجة الثانية، النهاردة جو بايدن بيؤمن حل القضية الفلسطينية في إطار الدولتين. الوحيد اللي عايز دولة واحدة مين؟ ترامب. قال ما فيش دولتين، فبالتالي لو جاء ترامب هتبقى كارثة على القضية الفلسطينية. وده اللي بيلعب بيه دلوقتي نتنياهو أن يطول. anyway احنا النهاردة قاعدين مستنيين كل يوم. لكن هل ضرب المنشآت النووية مازال مطروح ولا هيكون في تصعيد كبير قوي؟ اتنين سيناريو. امريكا بتقول ما تضربوش بقى لان هتحصل مشكلة كبيرة. امريكا ما تضربوش. امبارح امريكا عمل خطير، ما انا بنحلل، راحت بعت وسائل دفاع جوي جديدة لاسرائيل هتشتغل بالافراد الامريكان عشان ضد الصواريخ الفلسطينية. دي اول مرة يتم ارسال قوات امريكية بجنود امريكان مش تدي السلاح، لان عشان تدرب الاسرائيليين بتاخدها شهرين مينيموم. فامبارح هيطلعوا اعتماد اللي هو النظام الصواريخ الجديد هيقعد في اسرائيل. عقد المشكلة. اذا معنى كده ان امريكا عندها انطباع ان اسرائيل هتضرب الصواريخ النووية، ان المفاعلات النووية، فلو المفاعل النووي اتضربت هتبقى حرب اقليميه في المنطقه. ليه بقى؟ ايران اتضربت النووي بتاعها. ايران عندها امل انها مستحمله 18 سنه عشان السنه الجايه تطلع اول 5 قنابل نوويه. فانت هتيجي اولا عليها عقوبات قد الدنيا اللي هي 150 مليار دولار مجمدين في الخارج. ده السنه اللي فات من كام شهر كده امريكا كان لها 5 مساجين امريكان في ايران. عارفه طلعوهم ازاي؟ ان فكوا 5 مليار مجمده لايران. فالنهارده انا ايران مستحمله كل ده وتضرب لي النووي بتاعي؟ لا. طب تعالى بقى عليا، ما عندهاش حاجه تخسرها خالص. بالظبط. فهتضرب اسرائيل، وباشتراك النهارده السلاح الامريكاني الجديد هتبدا ايران تتصرف ضد المواقع الامريكيه في المنطقه. وهل هتكون ايران وحدها ام ايران بوكلائها واصدارها المحليه بوكلاها. في لبنان، في العراق، في اليمن؟ بس ايران قويه. ايران النهارده عندها الصواريخ بتاعتها الباليستيه توصل لحد ايطاليا. كان في مفاجات عسكريه بالنسبه للقدرات الايرانيه في الايام الاخيره، مش كده؟ لا عندها، بس لم تستخدم حتى الان. لا فوجئنا احنا، قصدي بالقدرات. احنا فوجئنا طبعا بالقدرات. وبعدين عندها الصواريخ الفرد صوتيه كانت اول مره تستخدمها، والفرد صوتية ما بتطلع اسرائيل ما عندهاش غير الارو او السهم. طب ليه امريكا هتدعمها؟ هي امريكا مش اسرائيل مش قادره؟ هنقول ببساطه، لو النظام الارو ده هيدمر 1000 صاروخ، امريكا اسرائيل قصدي ايران هتضرب 2000. 1000 يتدمروا و1000، وتكلفة اعتراض الصاروخ اكبر من اطلاقه، مش كده؟ بالظبط طبعا. بس المهم النتيجة. وبعدين ايران بقى هتضرب ايه بقى؟ هتضرب التلات حقول نفط اللي في البحر الابيض. معنى كده ان تاني يوم بقولك اهو اسرائيل هتضلم عليا وعلى اعدائي. طبعا. وبعدين هتضرب مفاعل ديمونة النووي. يعني الموضوع عشان كده بقولك احنا في مأزق. كل يوم بالليل والله بقعد ابرق يا رب، لان يا تيجي ابيض يا هتيجي ضلمه. وفي وسط كل ده المتمسك بالحكمه هو زي القبض على الجمر في السياسه وفي التعامل. يعني هنا برضو بيجي دور، او بنقدر نفهم سياسه مصر في الحكمه وفي التروي وفي التعقل، وانها ما تنجرش. انا مش عايز حد يقول لي بقى انت بتتقرب للرئيس. بصراحه السنه اللي فاتت كذا قرار يتخذ وعشان نجنب مصر ان احنا زي ما قلت نجرجر
هم وهم عايزين يجرجرون زي ما اسرائيل دلوقتي عاوزه تجرجر ايران. صح. يعني بتعملوا فيها ايه؟ بتجرجروا. راحت ضربه 200 صاروخ في الهواء، ده منهم صواريخ كانت الراس طوب عشان، لكن تقولي شعبها ادي احنا وصلنا اهو ضربنا. فكانت الحكمه احنا نفس الكلام. الرئيس السيسي اتعلم من المشاكل اللي فاتت، وعشان كده بيحاول يطلع مصر داير بره اي صراعات عسكريه في المنطقه الا وقت الا اذا تهدد الامن القومي بتاعك. تفهمه؟ ولذلك لما جه نتنياهو عايز يعطل الاتفاقيه السلام في غزه، ممر فيلادلفيا، ممر فيلادلفيا الناس مش فاهمه، ده في اسرائيل، ده في غزه تبعهم مش من عندنا، واسرائيل كانت قاعده فيه لحد 2005 لما خرجت عمليا داخل الاراضي المحتله الفلسطينيه، مش بتاعتنا اصلا. في اتفاقيه بتاعت محور بتاع مرحله اتفاقيه السلام بتاع كامب ديفيد ان المكان ده يبقى فاضي، لكن ده بتاعهم. وقصاد كده احنا زودنا العساكر بتاعتنا، بدل في المنطقه جيم على الحدود دال، ان بدل ما تبقى العساكر بتاعتنا شرطه مدنيه رفعوها ل 750 حرس حدود. هو لو خالف في ممر فيلادلفيا او احنا هنخالف، هو خالف في اتفاقيه، احنا بقى بدل 750 عسكري اللي باقيين مدراء. هو عشان كده مش عارف يلعب مع مصر، ان هو عايز يكرس واقع انت مش سامح له. برافو عليك. فهو بيحاول، ولكن صدقيني منتهى العقلانيه للرئيس السيسي السنه اللي فاتت كان في اكتر من مطب موجود. هقول لك حاجه، تاني شهر جاء ويليام بيرنز مدير السي اي اي، وانا رحت امريكا بتاع 40 مره. امريكا يعني ما فيهاش رئيس وزراء، ففي رئيس الدوله وفي الوزراء بيسموهم سكرتري اوف. من اكتر الشخصيات التي تتحكم في السياسه الخارجيه مدير السي اي اي، بيعمل انقلابات في دول. فجاء بالسيد الرئيس وقال له احنا بنتكلم وات از افتر، ماذا بعد خروج اسرائيل من غزه، اليوم التالي للحرب. اليوم التالي زي ما بيسموها في الدول العربيه، ايه الموضوع؟ قالوا احنا شايفين، ده امريكا بتقول للرئيس السيسي، بعد ما اسرائيل تخرج احنا شايفين ان مصر تخش تسيطر على غزه 6 اشهر، تعمل انتخابات وتطلع حكومه تكنوقراط وتمشي استنقع، وهنديكوا 3 مليار دولار وهنديكوا لواء ميكانيك، معدات لواء ميكانيك اللي هيستخدم لك، انتوا جيبوا بس البيرسونيل. سيد الرئيس قالوا لا، لان زي ما انتوا نمره 1 مستنقع، نمره 2 سيد الرئيس قال لا، وفين السلطه الفلسطينيه؟ اللي يسيطر على غزه يعود للسلطه الفلسطينيه. وانضغط على مصر جامد بحاجات كتيره جدا عشان توافق، لكن لا، ده بيتضغط علينا بقالنا سنه وضغوط شديده جدا فوق الخيال، فوق الوصف. وممكن ما تبقاش ساعات حاجات مباشره لمصر، ممكن حاجات تكون بره طبعا، ونبقى احنا عارفين ان هم اللي عاملينهم عشان توافق، لكن سياده الرئيس موقفه واضح. وكان من احسن حاجات اللي عملها ان يوم ما حصلت المشكله دي جاله وزير خارجيه امريكا على طول اول زياره، سياده الرئيس يوم عمل ايه؟ زح على الهواء، على الهواء، محدش، ما حصلتش مره، وجه رسائل مباشره مباشر وشديده عشان ما حدش يزايد على مصر. رفض التهجير، رفض تصفيه القضيه، قضيه رفض ان انا اخرج من الناس الا لما ادخل مساعدات. وتاني يوم بعتقد بلينكن طلع تويت على اكس وقال ان احنا وي ابريشيت وفيري جريتفول للرئيس انه خرج الناس ودخلنا، وبعدين ان احنا بنرفض موضوع التهجير. فدي برضو كانت لمحات كويسه من سياده الرئيس انه لا ننجرف ولا نفعل حاجات ضد السياسه بتاعتنا اللي احنا ماشيين. قبل ما نقفل ملف لبنان، برضو اتصور انه من ضمن سياسه فرض الامر الواقع اللي بتمارسها اسرائيل اليوم هي محاولات لتغيير القرار 1701. تغيير القرار هنا بانهي معنى؟ بمعنى وجود قوات اليونيفال او القوات الامميه، ولا بمعنى وجود سلاح حزب الله وجوده على الحدود؟ اول حاجه هو عايز سلاح حزب الله يمشي ويرجع الى نهر الليطاني. نمرة 2 النهارده بدأ يقول لك اليونيفيل يمشي، طب ازاي يمشي؟ امبارح 3 دبابات اسرائيلي دخلوا النقطة بتاع اليونيفيل، دي فضيحة، ضربوهم على مرأى من العالم. بالظبط. فالنهارده هو عايز يصفي حزب الله تماما، وعايز يصفي الجنوب اللبناني، واعتقد ان هو ده هدفه الفترة اللي جاية. هل هيستطيع ولا لا؟ خد بالك احنا عندنا لحد 5 نوفمبر، 5 نوفمبر هتبان الامور، التاريخ الحاسم، التاريخ الحاسم، وهو برضو الانتخابات الامريكيه. فبالتالي عايز يلحق بسرعه، بيضرب كل يوم. لكن ما تنسيش برضو الناس لك اسرائيل وهتاخد، لا احنا كعسكريين اصعب قتال اسمه قتال المدن،
ولذلك انا بسميها المدن مقبره الجيوش. تخيل حد ما حد يستولي على القاهره، مين؟ ولا اسكندريه ولا بورسعيد؟ يقف وش مين ولا في مين ولا مين؟ تاني منطقه صعبه المنطقه الجبليه. انا حاربت 3 سنين في اليمن، الجبال مرعبه، اللي على القمه فوق اي واحد داخل كاشف كاشف فوق وبيضربه انوقف. فالنهارده هو جنوب لبنان كلها منطقه جبليه، فاسرائيل داخله متعوره. الحاجه الثانيه حزب الله حافظ الارض، قاعد وعايش هناك وعارف المسارب والدخانيق وفين الفايتر جراوند والكوماندنج جراوند، وعامل كميه انفاق احسن من بتاعه غزه حماس وغزه. فبالتالي موقفه هيبقى كويس. هو بس لولا الهزه اللي حصلت له في القيادات اللي راحت، فلكن بدا امبارح يسترد انفاسه ويرد. فلكن العمليه لن تكون نزهه سهله لاسرائيل في القتال في جنوب لبنان، انما هي فرصتها انه يصفي اكبر عدو له في المقاومه. ومين؟ حزب الله. على سيره حزب الله، هو رقم مهم جدا في المعادله السياسيه اللبنانيه، وطبعا لبنان يعاني من شغور رئاسي بقاله سنين، ودي مش اول سابقه. يعني شيء متكرر. هل اللي بيحصل ده بكل معطياته فرصه لتحريك المياه الراكده في لبنان، فرصه لانتخاب رئيس، فرصه لظهور قوى سياسيه مختلفه تعوض الدور اللي بيلعبه حزب الله؟ كلنا عندنا الامل ده اللي انت بتقوليه، ولكن فوجئنا امبارح الرئيس الايراني راح لبنان وطاير بالطياره ونازل عشان لو اتضرب انا طاير، وطاير غالبا انه حذر الاداره اللبنانيه انكم تعملوا حاجه دلوقتي. قال لهم عايزين تعملوا حاجه بعد وقف اطلاق النار. طب ليه انت مالك؟ فما زالت ايران حاطه بصمتها مع حزب الله التدخل في السياسه اللبنانيه، وده غلط. احنا كان نفسنا، كان عندي امل انه يستغل اللي حصل ده وحسن نصر الله وتبدا لبنان تعيش وتعمل حكومه وتعمل وتجيب رئيس وزاره ورئيس جمهوريه، انما النهارده مسير اعمال، الدوله بتنهار في مع الضرب. انت حجم اللبنانيين اللي خرجوا شنيع، زائد طبعا شفت حصل ايه في المصارف اللبنانيه، ما فيش اقتصاد في لبنان، ما فيش فلوس، فقصاد كده كمان الضرب. فاعتقد لبنان بتعيش في عصر مظلم الفترة طبعا دي. والصيغة دي كلها مخلية في غياب لبنان الرسمي، يعني حتى مش قادر تشوف موقف لمؤسسات الدولة في التعامل مع ضربات إسرائيل. بالزبط. أخيرا أسأل حضرتك برضو عن المشهد ما بعد 7 أكتوبر، طوفان الأقصى، الارتباط اللي كان حاصل ما بين وحدة الساحات زي ما بيقولوا، حماس، إيران، حزب الله من جهة، العلاقة دي تغير فيها شيء اليوم بالمعطيات الحاصلة؟ لأن إيران هي اللي بتحكم الحنفية من فوق، فالنهاردة غزة قعدت تحارب لوحدها، وحزب الله صاروخين النهارده صاروخين بكره، برضو ايران ما عملتش حاجه غير مؤخرا. فوحده الساحات كانت اصطلاح ثبت فشله وموته في بعد 7 اكتوبر. لكن الحاجه الثانيه اللي احنا نفسنا تتحقق وهو المصالحه الفلسطينيه الفلسطينيه. انت عارفه ان حماس في ناحيه والسلطه في رام الله في ناحيه، دولت موافقين على حل الدولتين وحماس لا، ومصر انت عارفه بذلت جهد جدا الفتره اللي فاتت وعشان تجيبهم، وراحوا الصين وقالوا حاضر ورجعوا مفيش. فالنهارده ما زلنا عندنا امل، والمخابرات العامه كانت جايباهم قريب هنا من اسبوع، الاسبوع اللي فات، عشان نوحد السلطه الفلسطينيه. لان النهارده لما تيجي تقعدي مع حد بره، انا اقعد مع مين؟ مين شريك السلام؟ الله يحفظك. مين بقى، اكلم في رام الله ولا حماس اللي متخانقين مع بعض؟ فلازم الاثنين يوصلوا الى اتفاق لصالح الشعب اللي بيتدمر ده دلوقتي. فاعتقد دي اكبر مشكله بتواجه القضيه الفلسطينيه، لان اذا ما لحقوش وجاء ترامب هتبقى مشكله. تداعيات على القضيه اكبر بكتير. نورتنا وسعدت جدا بحضرتك وبالنقاش الثري العميق ده، اللي هو الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي الكبير. شكرا لحضرتك على وجودك معانا. شكرا. شكرا. وصلت مع حضراتكم لختام حلقتنا اليوم من الخلاصة، بشكركم على المتابعة ونلتقي غدا في خلاصة جديدة.